حفاة عراة ومعاناة بعشرة أضعافها، حال أكثر من مليون نازح في مخيمات شمال سوريا الذين بدأوا رحلة نزوح من نوع آخر هربا من السيول التي اجتاحت أكثر من 2000 خيمة واقتحمتها دون استئذان. الكارثة تسببت بتسجيل حركة نزوح داخلية ضمن المخيمات لنحو 500 عائلة نتيجة تضرر خيامهم بمياه الأمطار، كما تسببت الهطولات المطرية بانقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى المخيمات بطول تجاوز 9 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها. عندنا الخيام غرقت وصار في أمطار بقلب الخيام والناس تعذبت كثير، صارت تقعد عند جيرانها. وبحسب الإحصائيات توزعت الأضرار ابتداء من مخيمات خربة الجوز غربي إدلب وصولا إلى المخيمات الحدودية باتجاه شمال حلب، إضافة إلى محيط مدينة إدلب ومعرة مصرين وحربنوش وحزانو ومخيمات أخرى في المنطقة. الوضع كما تنظرون بسبب المنخفض الجو الماطر المستمر منذ يوم الخميس تعاني العائلات القاطنة في المخيم ما تعانيه من برد قارس ومن شتاء مليء بالأمطار. صور تتكرر كل شتاء وتقف فيها مخيمات السوريين أمام كارثة إنسانية مع غياب الدعم الأممي عنهم. الدفاع المدني السوري أكد أن آلاف الخيم الأخرى مهددة بخطر تسرب المياه إليها إن لم يكن هنالك تدخل سريع. وما فاقم معاناة هؤلاء كان ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية. فاروج حسين، العربية.